يستعد نادي النصر لاستقبال أحد نجوم الأهلي خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. والنصر حقق فوزا صعبا على الباطن بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الوقت الذي سقط فيه الأهلي أمام الفيحاء بهدفين دون رد. وبعد السقوط أمام الفيحاء دق الإعلامي الرياضي عناد الرشيد ناقوس خطر داخل النادي الأهلي على إصابة أحد أبرز نجوم الفريق باليأس بسبب سوء النتائج. وهذا النجم هو الظهير الأيسر المقدوني إيزغان أليوسكي الذي ظهر بعد كل مباراة يسقط فيها الأهلي وهو يبكي أو يجلس على الأرض في حالة ذهول شديدة. ومن ناحيتهم حذر أكثر من مصدر أهلاوي من فسخ أليوسكي عقده مع الأهلي على غرار ما فعله النجم البرازيلي باولينيو لعدم قدرته على العطاء داخل الفريق ولإنقاذ مستقبله الكروي. ومستوى أليوسكي لفت أنظار النصر إليه بقوة، حيث طالب بعض المقربين من قلعة العالمي بالتعاقد مع اللاعب المقدوني، خاصة في ظل النقص الشديد للفريق في مركز الظهير الأيسر. والجهاز الفني لنادي النصر اضطر إلى الاعتماد على قلبي الدفاع فونيس موري وعلي لاجامي في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم الاقتناع بإمكانيات الثنائي عبد الرحمن العبيد ومحمد قاسم. ولذلك ترددت أنباء قوية عن بحث إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر عن ظهير أيسر أجنبي لضمه إلى الفريق في الميركاتو الشتوي القادم. ولن يكون هناك أفضل من نجم الأهلي المقدوني في حال فسخ عقده نظرا لمستواه الفني الرائع وأيضا تعوده على الأجواء في الملاعب السعودية. والمثير في الأمر أن إيزغان أليوسكي ارتبط في وقت سابق بالانتقال بالفعل إلى النصر عندما كان يلعب في ليدز يونايتد الإنجليزي وقبل الانضمام إلى الأهلي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل يهرب أليوسكي عن الأهلي فعلا ويرتدي قميص النصر في المستقبل؟ شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة.